أعزائي المشاهدين، انضم إلينا بداخل الاستوديو ضيف النشرة لهذا المساء السيد محمد الأمين مولود، مدير الإنتاج بالشركة الوطنية للسكر. أهلا وسهلا بكم ونشكركم لقبولكم لهذه الدعوة. بداية السيد المدير، كيف تقيمون عمل الشركة الوطنية للسكر حاليا؟ والله زي ما هسه الغوفرنير كلم، الشركة تواجه صعوبات كثيرة، والصعوبات دي نعرفوا جاي من مشكلة عن الفروض الجاي في البلد. السكر بجي من غير ضرائب عن الدوان ومن غير ضرائب عن الحكومة، عشان ده الشركة عندها صعوبات. ومثلا مثلا هسه الغوفرنير رجع، يعني نشكر أول شيء السلطات اهتموا بالمشكلة عن السيستي ده، ومن ضمنهم خصوصا الغوفرنير اللي زار الشركة وشاف المشكلة ده بعينه. كيف ما هي النظرة أو النظرة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة لمحاربة مثل هذه الظاهرة والحث المواطن التشادي على الإقبال على السكر، سكر الشركة الوطنية؟ والله هو المحاربة ده يعني السيست يعني يبقى مشتمل. الحكومة والشركة. الشركة عندها سنين لقيت مشاكل كثير وعملت جهودها عشان تنزل ثمنها، وحتى بيدا الجهد الكبير يجي من الحكومة. يعني المهم هو القانون، الناس يطبقوا القانون، وما في أي دولة يعني شركة سكر لو يجي لازم في يعني قوانين يعني تتطبق. ايوه القوانين ده كان تتطبق، يعني ممكن يعني انه يسوق سكر ما عنده مشكله. نعم. وبرايكم ما هي الاسباب التي تجعل المواطن التشادي يلجا الى السكر القادم من الخارج ويترك سكر الشركه الوطنيه وهو سكر منتوج وطني بالرغم انه يطابق للمواصفات العاليه ومعايير المعايير الدوليه؟ هو الاسباب كثيره. الأسباب أول شيء يعني السكر ده بيجي يعني دل بلقوه في السوق، في الدكان الجنبي بلقوا سكر، هم ما بعرفوا السكر ده عن سيستي أو من برا. ده السبب الثاني. والثمن للمرأة تبيع السكر، الثمن كله واحد. بس يعني للنادم البيع هو ده، لكن في الجروسيست والناس الكبار هم ببو عشان الداك رخيص. وحتى ما رخيص. الأول شيء يعني بجي مرات أني يعني كشفنا الناس بخطوا 5 كيلو يعني في الشوال مكتوب 5 كيلو، لو توزنا عندك 3 كيلو و800 أقل يعني ده بذاتها الناس ما مسدها. وبعدين النادم اللي بكفي الضرائب النادم اللي ما بكفي الضرائب ما سوا. ده بس. وبعدين عشان ده الناس ما بعرفوا السكر ده وينه اللي هم بيبقوا في الدكان كلها سوا بس. وما هي الاجراءات التي اتخذتموها انتم كشركه لمحاربه هذه الظاهره؟ المحاربه ده زي ما قلت، المحاربه ده تجي مشتمل مع الحكومه وكلنا كده تضافر جهود دايما علينا الاثنين. واول شيء الشركه ده هي يعني شركه عندها 2000 عامل. عندها في الألفين عامل ده نقول يعني 4 ونصارى. الشركة ده هي تشادية أول شيء، وثانيا الشركة ده يعني تكفي ضرائب وكل شيء للحكومة. ده كله يعني وبعدين حاجات كثيرة الشركة بتعملها في البلد. وعشان ده يعني نقول أنين بذات عملنا الجهود، والجهود ده اللي يبقى الاثنين. الأول المشكلة الكبيرة ده هو الفروض بس. الفروض كان يقف الشركة تتطور. هذه أول مشكلة تواجه الشركة حاليا. مشكلة الشركة تواجه هو المشكلة عن الفروض. الفروض كان يقف. المشكلة عن السكر ده. وبعدين تتطور بذاتها، وهسه كلها بتتطور، بيدها كلها بتتطور وتتطور زيادة إن شاء الله. وما هي التحديات التي تواجه الشركة غير هذه المشكلة؟ هل هناك تحديات وصعوبات تواجه الشركة الوطنية للسكر غير هذه المشكلة التي ذكرناها؟ المشكلة الكبيرة ده هي دي عن الفروض ده. هو ده المشكلة المهمة. اليوم الشركة ده تعبها ده كله جاي من الفروض. وبعدين صحيح عندنا المهم ده المشروع الكبير يجي. عندنا مشروع كبير، هو المشروع ده يعني 150 ألف طن، يعني يكفي
لحد الدولة كلها. نعم. ولو ده عملنا ده ان شاء الله الثمن كله يبقى رخيص للناس، وبعدين يعني انتاج يبقى كويس، ويعني كل شيء يكون على ما يرام يعني. نعم. كيف تقيمون ايضا خسائر الشركة حاليا في ظل هذه الأزمة، في ظل الأزمة الاقتصادية؟ يعني ال كثير يعني ما نعم. ما ممكن نديكوا يعني ملخص ملخص كده، لكن الصعوبات كثيره. نعم. صعوبات كثيره، ولازم هي شركه. نعم. شركه ده شركة عندنا وطنية. وطنيه وكل سوى عندنا عمال وعندنا ناس بخدموا معانا. كيف تغطون العجز يعني هذا العجز الكبير يعني في نقص في رواتب الموظفين، كيف تغطي الشركه هذا العجز؟ والله الشركه هي يعني مرات السكر ننزل الثمن. نعم. نكسر الثمن حتى بخساره. نعم. لازم عشان نكفوا العمال ونكفوا الاعتداء، لكن لكن هو ده ممكن تعملها في مده لحظه صغيره. نعم. ما ممكن تستمر به اكيد. لانه سوف يؤدي بخسائر. ايوه. نعم. يجيب الخسارات ده ممكن مره تقدر، لكن في الاخر ده ما تقدر. نعم. يعني يكون خسير في وقت. نعم. قصير ممكن، لكن نعم. كان في الطول ما ممكن. نعم. هل هناك استراتيجية وضعتها الشركة لمحاربة ولتحسين أداء الشركة في المستقبل؟ في المستقبل يعني في أنينا مع الحكومة. نعم. دائما أنينا تنسيق واحد. نعم. وقاعدين نقدم مع الحكومة. وإن شاء الله يعني المستقبل أبيض يعني نقول إن شاء الله. إن شاء الله. والسلطات هم يعني بقولوا كونسيان. نعم. بعرفوا المشكلة. نعم. وإن شاء الله يهلوا علينا إن شاء الله. نعم. هل هناك كلمة تريد توجهها للحكومة وللمواطن التشادي؟ للمواطن التشادي نقول الشركة ده هي تشادية. نعم. والسكر عن السيستي ده يعني سكر أنينا عندنا سيرتيفيكاسيون إيزو 2009 الإيزو يعني سيرتيفيكاسيون. يعني ده بقول يعني صحيا والبيئة وكل شيء أنينا نهترمه. نعم. السكرنا ده كان لازم ياكل ما يخاف. أكيد. يعني للصحة حقها ولكل شيء. وعشان ده وبعدين شركة وطنية. نعم. وما السكر جاي من برا والداخل. نعم. كل الثمن سوا. نعم. ده اشتروا سكر سيستي. نعم. وسكر سيستي ده هو معروف. نعم. مكتوب برنسيس تاتي. في سكر كثير مزيف. نعم. تلقوا فاتي في مرات فاتي في مرات سكر تاتي. نعم. لكن برنسيس تاتي هو ده سكر انا سيستي. نعم. إذن ليس وبعدين هناك فرق يعني بين المنتوج الشركة والمنتوج القادم. لكن السكر اللي بيجي من برا هو جاي من بعيد. نعم. شوفوا المسافة ده كلها. نعم. يعني كيف الصعوبات اللي بلقى الأمراض وكل شيء يجي. نعم. يعني إذا هذه دعوة لجميع الناس عشان يستهلكوا إقبال السكر إقبال منتوج استهلاك السكر التشادي. نعم. أيوة. شكرا سيد مدير الإنتاج بالشركة الوطنية لكل هذه التوضيحات. أيوة. كان معي ضيف نشر لهذا المساء محمد اللمين مولود مدير الإنتاج بالشركة الوطنية للسكر. شكرا لكم. شكرا. مجددا وقبولكم على هذه الدعوة. شكرا.